مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح، ولكن هذه الأرواح سلبت، قصفت ودمرت من احتلال لا يعرف ولا يحترم الديانات السماوية. عن حال مآذن قطاع غزة نتحدث هنا، التي دمرت بشكل كلي أو جزئي منذ بداية هذه الإبادة، حيث وفقاً لأرقام رسمية بلغ عدد المساجد التي دمرت بشكل كلي أو جزئي حوالي 1000 مسجد من أصل 1200، بما في ذلك المساجد الأثرية. وقدرت تكاليف إعادة أعمار هذه المساجد حتى الآن ب 500 مليون دولار، بحسب ما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة. فبالرغم من الدمار المحيط بها وهدم أجزاء كبيرة من المساجد، لم تصمت المآذن لتنادي حي على الصلاة، حي على الفلاح. فلنشاهد. طبعا يقام الأذان هنا غصبا عن الاحتلال على نصف مسجد، والأجمل من هيك أنه علم فلسطين يرفرف أعلى المأذنة، وأيضا علم فلسطين أمام هذا المنزل كما تشاهدون. هذا حي الشيخ رضوان الذي تعرض إلى دمار على مد البصر، لكن الإرادة الفلسطينية هنا تظهر جلية كما تشاهدون بأبهى صورها في هذا المكان.